السلام عليكم إخوان ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة الحدث الجديد. هم الإخوة كما كتشوفوا اليوم راه كان آخر يوم البارح، كان آخر يوم يعني بناء اللوفت يعني، وكنشكروا جميع الإخوان اللي ساعدونا بناء اللوفت، منهم الأخ عصام اللي كان هو اللي عاوني يعني في اللوفت ومن اللي حولناه. والإخوة راه اللوفت كما الشرط درنا ليه تعديلات البارح إن شاء الله، إيوا نتمناو الخير إن شاء الله الإخوان. وكنشكرو خالد قاسم من هذا المنبر، تحياتي ليه اللي كان هو داعم ومشجع لنا، ونتمناو الخير للإخوان جميع المواليع إن شاء الله. كما كتشوفوا هذا هو اللوفت راه أشغال نهائية كملات، يعني مابقى والو، يعني نوريكم الداخل ان شاء الله. ونتمنى الاخوان الى الاعجاب ديالكم، يعني واذا استفدتوا تقدروا ديروا بحالو، يعني راه تقام شويه باقل تكلفه. والاخوان دابا نوريكم اللوفت من الداخل ان شاء الله، ونتمنى الخير ان شاء الله لجميع الاخوان. وتحياتي لجميع المواليع، وتحياتي لجميع متابعي قناه عمر للحمام. وكنت اعتذر على التاخر في نشر الفيديوهات، لانني راه كما قلت لكم الاخوان كنت نصيف في اللوفت، يعني قلت باش ما ساليتش باش ندير لكم فيديوهات. ونتمنى من الله الخير ان شاء الله. الاخوان هو الفاص ديال اللوفت، الى عقلتو راه هو الفاص اللي كان في اللوفت اللي كان عندي، هو اللي كان ليه اللوفت اللي كان ليه اللي كان مشروك مع اللوفت ديال الانتاج، يعني اللوفت الانتاج تحيد غيتعيد ان شاء الله قريب. وبالنسبه كما شفتوا الاخوان القرمود، راه كان عندي واحد القرمود درته ان شاء الله. القرمود احسن حاجه، احسن من القصدير، يعني قرمود يعني كيعاونك شحال من حاجه. وبالنسبه للشماشه هي كما كانت، يعني الاخوان لا الحمام باقي ما ولفش، يعني لا طيرته دابا، يعني باقي ما نطيروش، يعني ندير لي واحد السيمانه. والاخوان اللي كان طاح في تجربه بحال ما هذه، يعني حول السجنه من بلاصتها، يعني واش الطريقه اللي تعامل بها مع الحمام يقدر يخليها لنا في التعليق، يعني واش خلاه سد عليه ولا كيفاش دار ليه حتى ولفوا هذه السجنه. يعني هذا الحمام راه باقي ما ولفش هذه السجنه، يعني دابا خاصني ننتظر واحد السيمانه هكاك باش يتاقلموا مع السجنه ان شاء الله، وكيبان لي ونطلقوا. كيما عندنا هنايا في اللوفت راه الاخوان، راه كيما كتشوفوا انتم راه هنا كاين العود البيض، هذا هو العود البيض اللي احتاجيت، العود البيض هو هذا كيما كتشوفوا سكوتنيكا هي هذيك. يعني الاخوان اللي عنده شي معلومه يفيدنا، والله يسخر الجميع. الاخوان اللوفت ها انتم اللوفت من بعيد، يعني هنايا جا في واحد البلاصه يعني مزيانه، انه بعدنا من بعد من كما قالوا القرقاره اللي كان الميل تمايا، يعني درته هنايا كما كتشوفوا الاخوان. هانتوما الإخوان نوريكم اللور ديالها، هانتوما الإخوان من اللور، هانتوما الإخوان اللوفت، يعني فيه يعني ثلاثة جوج متر وتسعين في العرض، وفي الطول متر وخمسين، يعني جوج متر وتسعين متر وخمسين، هاهما الكورة. ندخلو لداخل نوريكم. هانتوما الإخوان
هذو مالو كورة اللي قدينا. ها انتوما تحياتي للصديق سيمو العسل، هو اللي خدنا عنده هذو الكورة. ها انت اخوي سيمو الله يعطيك الصحة. وما هذوك، ها انت اخو سيمو تحياتي لك. وبالنسبه للاخوان التهويه راه درناها من لهيه، يعني باقي هنا حتى هو غنديروا ليه التهويه. دوك الشريط ما ديال التهويه الفدريش كما كتشوفوا اللوفت من برا، يعني راه خدمنا فيه واحد الخدمه شويه سريعه داكشي علاش كملناه في النهار. يعني ها انتم الفوق اش درت الاخوان، خلي جبت لا زورايت لهنايا، درت واحد الكرياج يعني فيني يدوز البرد يخرج من هنا كما كتشوفوا الاخوان، باش يدوز من لهيا ويخرج. هانتوما الطريقه هذه راه ساهله كما كتشوفوا، عندنا لا زوراي وعندنا عود بيض. هاد العود البيض يديك راه داير تقريبا شي 90 درهم، كيعطيك 8 البياسات بحال ما 8 من هادو، من هاد العويدات 8 تقطعهم 4 سنتيم. هانتوما الاخوان كما شفتو هاد الكرياج درتو من الفوق يعني باش يدخل البرد من هنا ويرجع للنور. الطريقة قال لي واحد الاخ مشكور سي عبد الرحيم مترجي، كتشوفو هاد الباب راه باقي غندير باب هنايا، باقي ما قسمتش باش ندير باب ديال الكورة وباب ديال الإيلات. الله يسخر، نتمنوا الخير يا رب ودعوا لنا بالتوفيق الإخوان. والله يسخر اللي شاف شاجي يقول اللهم بارك. هاد الكورة راه كيتشرو كي يعني هادو خديتهم عند واحد المولوع بغا يحيدو، وقلت ليه صافي ناخذهم من عندو. هانتوما الاخوان خويا مصطفى العقار تحياتي، تحياتي لك لجميع الموالين. هانتوما حاولت ندير الكرة لاصقة من الفوق، يعني علاش يعني باش نهزها من الارض ومنين نجيب الطابلة، منين نجيب الطابلة من يعني ما نهزها من الارض حتى لهنا، يعني قال لك ما مزيانش يعني الارض يعني كتكون البروده و الاعراض ديالها يعني كثيره. حاولت نهزها من الارض شويه، هزيتها من الارض حتى لقيتها مع الفوق. ايوا دابا كان الاخوان دار اللوفت اللي كان راه ما عرفتوه، هذه ديال الشرابات. هذه ديال الشرابة باقا هي هي، يعني اللوفت تحول من هيه وزدنا ليه هاد. يعني الاخوان كما كتشوفوا هذا هو اللوفت ديال الجديد ديال اخوكم عمر، ودعوا لنا بالتوفيق. شكرا للاخ عصام اللي كان هو اللي عاوننا في هذا اللوفت، جزاه الله بالخير اخ عصام تحياتي له من هذا المنبر. وكنشكر الجميع المواليع. غنوريكم دابا اللوفت من هنايا من هاد الجهة هادي ديال الإناء ديال اللي غتكون ديال الإناث، يعني هذا هو اللوفت ديال الإناث كما عرفتوه. هذا هو اللوفت اللي كان ليه، تا هو درنا ليه نفس الطريقة ليه، يعني نفس الخدمة اللي درتها ليه درجها هنايا. هذا مازال قدينا ليه التهوية ديالو، هذا ديال ديال البرد. نشوفوا الاخوان يعني وهاد البيشوارات راهما هما، يعني الاخوان الا كان في دزتي فيها التجربه ديال بتلتي السجنه تقدر تحطها لينا في كومونتير، تقول لينا الطريقه اللي قلتي درتيها باش الحمام ما يتلفش.
ونتمنوا التوفيق لجميع الاخوان. انتم الاخوان اللي قريت ضروري قريت كما شفتوا. هذا كان فيديو اللوت الجديد وتحيه للجميع متابعين قناه عمر. كنشكركم. الباب راه هو هذاك، راه باقي هو سبوتنيك. هي وتحيه للجميع اخوان. راه شميشه هي الله يسخر الجميع. الحميمات هادو كيتشمشو هنا دوكور. تحياتي للجميع اخوان. واحد الحاجة لاحظتها دابا، يعني وانا كنشرف في الحمام في البروديكسول هي هنا، يعني كندخل هنايا لهاد السجنة، يعني واحد يعني مرتاح، يعني ما كاينش واحد نقولوا ما كاينش داك السخونية اللي كاينة في السجنة لهي، يعني حيت كاين داك في هذاك القصدير اخوان. انتم دايرين القرمود، يعني الا درتي القصدير الاخوان ديروا هذه، دير هاد لازوراي باش تحبس داك الشمس. راه الحراره مفرطه، راه حراره كاينه تمايا، ولكن غنشوفوا كي نديروا ليها، يعني قريب تحيد، يعني راه سخون، يعني لا حتى القرمود ما كيعطيش ديك السخونيه اللي كتعطي القصديره، يعني واحد السخونيه كتعطي لي القصدير ما شاء الله. وكما كتشوفوا الاخوان الله يسخر الجميع اخوان. السلام عليكم، اشكركم على المتابعه ديالكم لهذا الفيديو. كنتمنوا الاخوان الجميع المتابعين ديال قناه عمر يكونوا بصحه جيده، الله يبعد عنا الوباء ان شاء الله، ونتمنوا الخير لجميع المواليع. وتحياتي لكم على الدعم ديالكم والتعاليق التحفيزيه، يعني اللي شاف يعني لوفت يخلي لنا شي تعليق فيزيكي بجاه. ومرحبا اللي حتى شي سؤال نجاوبوا عليه ان شاء الله، ومرحبا الاخوان، واللي بغى اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار في يعني مجال الولاعه يعني ما يترددش يحط تعليق، حط التعليق ديالو وان شاء الله غنجاوبو ان شاء الله. يعني اللي عنده شي سؤال في اطار الولاعه يعني حار فيه، يعني حطه في التعليق وان شاء الله نتمنوا نجاوبوا الجميع ان شاء الله الاخوان. وكنشكركم على المتابعة ديالكم لهذا الفيديو، وتحياتي لكم، نتمنى يعجبكم هذا اللوط هذا، والله يسخر إن شاء الله، بعد إن شاء الله بإذن الله، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى نتلاقاو بكم فيديو آخر إن شاء الله.